السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه قراءة متواصلة لكتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للحافظ الفقيه تقي الدين ابن دقيق العيدي رحمه الله تعالى. وكنا قد طرقنا باب سجود السهو في المرة الماضية، باب سجود السهو، وشرعنا في قراءة شرح الحديث الأول ونصه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة، فقام صلى الله عليه وسلم إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. فقال صلى الله عليه وسلم: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. انتهى الحديث. وكنا قد ذكرنا أن هذا الحديث وصفه الحافظ الصنعاني بأنه حديث جليل غزير الفوائد، أطنب الحافظ ابن عبد البر في الكلام عليه، وأفرده بالتأليف أي في شرحه بعض الحفاظ كالحافظ العلائي، وقال أيضا أن الحافظ ابن العربي أوصل فوائده إلى 150 فائدة. وكذلك ذكرنا حتى نستذكر أو نذكر إخواننا المتابعين، ذكرنا أن هذا الحديث يذكر في كتب الأصول، بل هو مشهور في كتب الأصول، يذكرونه في أول باب السنة حين يتكلمون عن عصمته صلى الله عليه وسلم. والكلام عن العصمة هو من مسائل أصول الدين التي استقاها أو التي أخذها الأصوليون أهل أصول الفقه فأوردوه أو وضعوه في مصنفاتهم، فيجعلون الكلام عن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، وذلك لأن الأحكام الشرعية المستقاة منه صلى الله عليه وسلم مبنية على عصمته صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا أن عمدة شراح هذا الحديث، وكذلك عمدة ما يذكره أهل الأصول، هو الكلام الذي أورده القاضي عياض، وكذلك أورده الحافظ تقي الدين بن دقيق العيد في هذا الموضع، فإنهم يعتمدون على هذا التقسيم، ذكر القاضي عياض التقسيم أولا قال: أفعاله صلى الله عليه وسلم، ثم قسم أيضا ذكر القسم الثاني وهو أقواله صلى الله عليه وسلم،
وقسمها أيضا إلى ما طريقه التبليغ، أي ما طريقه التشريع، وإلى ما ليس طريقه التشريع، حتى انتهى به الكلام إلى كلامه صلى الله عليه وسلم. هل يجوز السهو في كلامه صلى الله عليه وسلم؟ فرجح في هذا الموضع، بل ونقل إجماعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم السهو عليه ممتنع في كلامه صلى الله عليه وسلم، سواء ما كان طريقه التشريع أو ما كان من الأمور الدنيوية. وذكرنا أيضا في آخر ما ذكرناه أن هذا الإجماع لم يتعقبه الشيخ تقي الدين في هذا الموضع، لكن تعقبه غير واحد منهم، ابن تيمية وكذلك القرطبي وغير واحد، وكذلك الحافظ ابن حجر، أن هذا الإجماع فيه نظر، بمعنى ليس ثم إجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منه سهو في أقواله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقر عليه لا في أفعاله ولا أقواله صلى الله عليه وسلم. إذا وقع منه سهو فإنه لا يقر على هذا السهو، بل ينبه عليه الصلاة والسلام. لذا احتاج من نفى السهو على النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله أن يجيب على هذا الحديث، لأن هذا الحديث فيه سهو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أنس ولم تقصر، وقال كل ذا، وفي رواية كل ذلك لم يقع ولم يحدث، فهذا سهو منه صلى الله عليه وسلم. فإنه قد صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين، فلذلك احتاجوا إلى الجواب، وكان هذا آخر ما وقفنا عليه. ولعلنا نستكمل الشرح أو التأويلات التي أوردها القاضي عياض في هذا المقام ونقلها عنه الشيخ تقي الدين. قال الشارح رحمه الله تعالى: واعتذر عن ذلك بوجوه، أي عن قوله صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، من قال أنه لا يقع منه سهو لا في أقواله ولا في أفعاله، لا عن طريق لا ما كان سبيله التشريع ولا ما كان سبيله الأمور الوجودية الدنيوية، احتاجوا في هذا المقام أن يجيبوا عن هذا الحديث وأن يعتذروا عن هذا الحديث. أحدها أن المراد لم يكن القصر والنسيان معا، وكان الأمر كذلك، بمعنى ما وقعا معا، ما وقع القصر والنسيان معا. فهذه أحد التأويلات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أنس ولم تقصر، بمعنى ما وقعا معا، لكن أحدهما وقع. وثانيها أن المراد الإخبار، أن المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه وظنه صلى الله عليه وسلم، وكأنه مقدر النطق به وإن كان محذوفا، فكأنه صلى الله عليه وسلم قال لم أنس ولم تقصر في ظني أو في اعتقادي، هكذا قدروه، لأنه، وهذه تتمة كلام الشارح، لأنه لو صرح به وقيل لم يكن في ظني ثم تبين أنه كان على خلافه في نفس الأمر لم يقتضي ذلك أن يكون خلافه في ظنه، فإذا كان لو صرح به كما ذكرناه فكذلك إذا كان مقدرا مرادا، بمعنى لو صرح به النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع خلف في كلامه صلى الله عليه وسلم، وكذلك لو قدرناه، بمعنى قدرنا الكلام، لم أنس ولم تقصر في ظني أو في اعتقادي ونحوها. قال الشارح: وهذان الوجهان من التأويل يختص أولهما برواية من روى كل ذلك لم يكن، حين قال أن المراد لم يكن القصر والنسيان معا، قد ينطبق هذا التأويل على الرواية الأخرى
وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. وأما من روى لم أنس ولم تقصر فلا يصح فيه هذا التأويل لعدم انطباقه عليه. وقبل أن ننتقل إلى التأويل الثاني والوجه الثاني من التأويلات أو الاعتذارات التي ذكروها في هذا المقام ونقلت عن القاضي عياض وغيره التي نقلت عنه في هذا المقام، لعلنا نشير أن هذا الحديث أو هذه المقولة بمعنى أن يقدر كل ذلك لم يكن في اعتقادي لم أنسى، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اعتقاده وظنه، فقال العلماء في هذا الموضع أن المرأة لو حلف بالله على شيء يعتقده ويغلب على ظنه ثم بان على خلاف ذلك أنه لا يحنث. يعني طائفة من أهل العلم استنبطوا من هذا، قالوا لو حلف وقال والله ما صار ذلك وهذا الذي يغلب على ظنه أو هذا الذي يعتقده ثم بان على خلاف ذلك أنه لا يحنث، أما الإثم فمرفوع عنه بالإجماع. قال الشارح تقي الدين ابن دقيق العيد: وأما الوجه الثاني فهو مستمر على مذهب من يرى أن مدلول اللفظ الخبري هو الأمور الذهنية، أن مدلول اللفظ الخبري هو الأمور الذهنية، فإنه وإن لم يذكر ذلك فهو الثابت في نفس الأمر عند هؤلاء فيصير كالملفوظ به. وهذا قريب من التوجيه الثاني أو التأويل الثاني بمعنى ما يغلب على اعتقاده وظنه، فقال المصنف هنا هذا يستمر على مذهب من يقول أن مدلول اللفظ الخبري إذا أخبرت بشيء فإني أعبر عما يدور في ذهني وإن لم يكن الواقع في ذلك، وهو قريب من التأويل الثاني بمعنى ما يغلب على ظنه وما يغلب على اعتقاده، فإن الأمور الذهنية الغالب أن تكون غلبة ظن أو اعتقاد، فلذلك ما رأيت لهذا الوجه الثاني يعني تفسيرا أو فرقا بينه وبين حين قال وثانيهما أن المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه وظنه، ولعله لذلك قال فهذا مستمر على مذهب من يرى، على مذهب من يرى أن مدلول اللفظ الخبري هو الأمور الذهنية، بمعنى أن الخبر الذي يخبر به المرء هو عن الأمور التي تجري في ذهنه وفي قلبه وإن لم يكن الواقع على ذلك، ثم يتبين بعد ذلك إذا كان على خلاف الواقع فإنه حينئذ يتبين خطأه، وإذا كان على وفق الواقع يتبين صدقه. ثالثها أن قوله صلى الله عليه وسلم لم أنس يحمل على السلام، بمعنى لم أنس أن أسلم، بمعنى أي أنه كان مقصودا، لأنه بناء على ظن التمام ولم يقع سهوا في نفسه، وإنما وقع السهو في عدد الركعات، وهذا تأويل يعني نقول بارد وأيضا بعيد، بمعنى يقولون لم أنس يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لم أنس أن أسلم بناء على ما اعتقده أنه قد أتم صلاته، ولم يرد به أنه لم يتم الركعات، لذلك قال المؤلف هاهنا وهذا بعيد، لأن ذو اليدين سأله أقصرت الصلاة، سأله عن عدد الركعات، بمعنى أن عدد الركعات قد قصرت ونقصت عما كنا نعرفه، فلذلك لا معنى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس أن أسلم،
فإن هذا الجواب لا يطابق السؤال. هذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم لو حملناه على معنى أن لم أنس أن أسلم لا يطابق السؤال أو الاعتراض الذي أورده ذو اليدين، فلذلك استبعده المؤلف في هذا المقام. رابعها الفرق بين السهو والنسيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو ولا ينسى، وهذا الكلام منقول عن كلام القاضي عياض، فإنه هو الذي أورد هذا التأويل، أراد أن يفرق بين السهو وبين النسيان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو ولا ينسى، ولذلك نفى عن نفسه النسيان لأنه غفلة ولم يغفل عنها، وكان شغله عن حركات الصلاة وما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها، ذكره القاضي عياض. لكن هل في هذا الجواب مخلص من هذا الإشكال؟ ولو حملوا ولو قالوا بما قال به الآخرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقع منه سهو في أفعاله يقع في أقواله صلى الله عليه وسلم ثم ينبه، لما احتاج الأمر والمقام إلى هذه التأويلات البعيدة. ها هنا أراد القاضي عياض أن يفرق بين السهو وبين النسيان، لكن المؤلف يقول وليس في هذا تخليص للعبارة عن حقيقة السهو والنسيان مع بعد الفرق بينهما في استعمال اللغة، وكأنه متلوح من اللفظ أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة، والسهو عدم الذكر لأمر يتعلق بها، بمعنى أن مفهوم كلام القاضي عياض حين أراد أن يفرق بين النسيان وبين السهو قال النسيان هو عدم الذكر لكن لأمر لا يتعلق بالصلاة. ولعلنا نورد مثالا نقربه، إذا كبر ثم شرع في صلاته ثم أخذ يفكر في أمر خارج الصلاة، أحوال بيته أحوال سيارته ونحوه، فغلط في صلاته فيقال هذا نسي، لأنه انشغل بأمر أو نسي أو لم يتذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة. لكن قالوا السهو أن ينسى لأمر يتعلق بها، قالوا وضرب لذلك مثلا الفاكهي، قال كأن يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، كأن يتفكر في أسمائه في أسماء الله عز وجل وصفاته، فيستغرق تفكيره فيقع في الخطأ أو في الغفلة أو يقع غلطه في الصلاة لهذا الاعتبار. فبمثل هذا التفريق أراد القاضي عياض، مع أن النسيان يجمعهما، يعني الأول النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة، والسهو قال النسيان أو عدم الذكر لأمر يتعلق بالصلاة، قال وتتمة كلام الشارح ويكون النسيان الإعراض عن تفقد أمور هذه الصلاة حتى يحصل عدم الذكر، والسهو عدم الذكر لا لأجل الإعراض، بمعنى أن تفكيره ما زال في الصلاة، لكن أخذه تفكيره يعني فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأحوال الآخرة فلم يعرض عن الصلاة، فوقع السهو منه أو عدم الذكر منه. قال ومحصلة هذا الكلام، قال وليس في هذا بعد ما ذكرناه تفريق كلي بين السهو والنسيان، لأن السهو عدم الذكر والنسيان عدم الذكر، فما في فرق بينهما. وإذا قلت أن الغلط أنه وقع منه خطأ في صلاته
لأنه سهى، لأنه لم يتذكر لانشغاله لأمر بالصلاة، محصله المحصلة واحدة. لذلك يقول وليس في هذا بعد ما ذكرناه تفريق كلي بين السهو والنسيان. وإذا تأملته صحيح، ما في فرق، النسيان عدم الذكر والسهو كذلك عدم الذكر. رحم الله القاضي عياض. وخامسها ما ذكره القاضي عياض أنه ظهر له ما هو أقرب وجها وأحسن تأويلا، وكأن هذا الجواب الآتي هو الذي ارتضاه القاضي عياض. ولعلك تلحظ في كلامه أنه ليس رضا كاملا، لكن قال أقرب الوجوه إلى الاعتذار والتأويل وأحسن التأويلات. قال وهو أنه إنما أنكر نسبة النسيان المضاف إليه، وهو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت كذا ولكنه نسي. وقد روي إني لا أنسى على النفي، ولكني أنسى على النفي إني لا أنسى ولكني أنسى. وقد شك الراوي على رأي بعضهم في الرواية الأخرى هل قال أنسى أو أنسى، وأن أوها هنا أنسى أو أنسى هي للشك وقيل بل للتقسيم. إذن كلام القاضي عياض في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر النسيان المنسوب إلى نفسه، لكن أن ينسيه الله عز وجل فهذا قد يقع. ثم استدل على ذلك بالحديث وهو صحيح بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت كذا ولكنه نسي، بمعنى أن الله تعالى أنساه. قال فكذلك في هذا الحديث لم أنسى أي من قبل نفسي، ولكن الله نساني. وأورد رواية، وهذه الرواية إني لا أنسى ولكني أنسى ذكر الحفاظ أنها من بلاغات الموطأ التي لم تعرف موصولة البتة، بمعنى بعد البحث الشديد لم توجد موصولة، فلذلك يعني ما ورد في موطأ مالك ضعفه أهل العلم بل والمالكية أنفسهم. ابن عبد البر قال هذا الحديث غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما هي من بلاغات مالك. لكن الشاهد أن القاضي عياض استدل به أو استشهد به، وهو هذا الأثر إني لا أنسى ولكني أنسى. وفي رواية قال هل قال أنسى أو أنسى، فقالوا وأنها هنا للتشكيك لا للتقسيم، بمعنى أن الراوي شك أنسى أو أنسى، لأنها لو كانت للتقسيم لما أدى هذا الحديث مدلوله، لأن لو قال النبي صلى لو كان هذا لو صح على فرض صحة هذا الحديث إني لا أنسى أو أنسى على التقسيم، بمعنى ذلك أنه قد يقع منه النسيان أحيانا وينسى أحيانا أخرى إذا حملناه على التقسيم. لذلك من استدل يعني كالقاضي عياض ومن نهج منهجه قالوا ها هنا للشك وليست للتقسيم. وأن هذا يكون منه مرة من قبل شغله وسهوه، ومرة يغلب على ذلك ويجبر عليه ليسن إني ولكني أنسى لأسن، هكذا رواية الحديث في موطأ مالك، وذكرنا أنها من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة
كما ذكر الحفاظ بعد بحث شديد. إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن. فلما سأله السائل بذلك اللفظ أنكره وقال له ذا وقال له كل ذلك لم يكن. وفي الرواية الأخرى لم أنس ولم تقصر، أما القصر فبين. وكذلك لم أنس بمعنى لم أنس من قبل نفسي وغفلتي، ولكن الله نساني لأسن. وهذا كله مبناه على صحة هذا الحديث الأخير الذي روي في موطأ مالك، وذكرنا أنه لا يصح. لكن الرواية الأولى والتي استشهد بها القاضي عياض، وهي قوله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت كذا ولكنه نسي، هي صحيحة. لكن القاضي عياض أوردها ناقصة، فلذلك تعقبه المؤلف هاهنا فقال واعلم أنه قد ورد في الصحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقطعت جهيرة قول كل خطيب. ومع هذا النص لا مكان لهذه الاعتذارات. ثم يذكر أهل يعني شراح هذا الحديث يقولون تأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم العلة في نسيانه حين قال إنما أنا بشر، ثم ذكر ما يستلزم الخصائص البشرية وهي النسيان، قال أنسى كما تنسون، فنسب النسيان إلى نفسه، ثم شبه نسيانه صلى الله عليه وسلم بالناس كما تنسون. وقلنا أن الفارق الذي ذكرناه سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على نسيانه وينبه، على الخلاف الذي أوردناه سابقا، هل النسيان هل التنبيه يكون متأخرا أو يكون متصلا بالحادثة، على خلاف بين أهل العلم. لكن ذكرنا أن المشهور أو قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على نسيانه في الحال ولا يرجأ. والحديث الذي استدل به قال وهذا يعترض ما ذكره القاضي من أنه صلى الله عليه وسلم أنكر نسبة النسيان إليه، فإنه صلى الله عليه وسلم قد نسب النسيان إليه في حديث ابن مسعود مرتين، أنسى كما تنسون. وما ذكره القاضي عياض من أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت كذا، قال الذي أعرف فيه من هذه الرواية بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا. وهذا نهي عن إضافة نسيت إلى الآية، فإذا الحديث ورد في نهي خاص وليس عام، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضاف النسيان إلى الآية، وليس يلزم من النهي عن إضافة النسيان إلى الآية النهي عن إضافته إلى كل شيء، فإن الآية من كلام الله تعالى المعظم، ويقبح بالمرء المسلم أن يضيف إلى نفسه نسيان كلام الله تعالى، وليس هذا المعنى موجودا في كل ما ينسب إليه النسيان، فلا يلزم مساواة غير الآية لها. وعلى كل تقدير لو لم يظهر مناسبة لم يلزم من النهي عن الخاص النهي عن العام، وإذا لم يلزم ذلك لم يلزم أن يكون قول القائل نسيت الذي أضافه إلى عدد الركعات داخلا تحت النهي فينكر، والله تعالى أعلم. أيضا بهذا التوجيه
ببيان روايات الحديث ارتفع الإشكال، وتبين أن النهي إنما جاء عن أمر خاص، بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا، وكأنه من سوء الأدب أن تنسب النسيان إلى كلام الله عز وجل، ولا يليق بالمسلم أن ينسى كلام الله عز وجل. فإذا ورد النهي عن شيء خاص ما يلزم من ذلك أن يكون النهي عاما، بل يخص النهي في هذا الأمر دون غيره. فلذلك هذا يسمى يعني بمعنى أن الدليل الخاص لا يستدل به على العام، الدليل الخاص لا يستدل به على العام. نعم، لا تقل نسيت آية كذا لورود النهي فيه، لكن إذا قلت والله أنا نسيت يعني أن أصلي، نسيت أن أركع، نسيت، ما يدخل، لا يدخل هذا النسيان تحت هذا النهي الخاص، لأن هذا نهي خاص، فلا يصح بعد ذلك أن يدخل المرء فيه أو أن يدخل الفقيه فيه كل عام. السادس، فيه دليل على جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهوا، والجمهور عليه، يعني بمعنى إذا سلم ثم تذكر أنه لم يتم صلاته جاز أن يبني على ما صلى. إذا صلى ثلاثة، سلم من ثلاثة ثم تذكر بعد السلام أنه لم يأتي بركعة، قام وأتى بالرابعة، وهكذا. وهذا قول الجمهور، وخالف في ذلك الحنفية. عفوا، لعلي قفت الصفحة، وأرجو المعذرة. تتمة الكلام، قال ولما تكلم بعض المتأخرين على هذا الموضع، يعني بعد أن أورد هذه الإشكالات وهذه الأجوبة، والأجوبة كما تبين كلها ضعيفة، والذي حملهم على ذلك أرادوا أن ينزهوا النبي صلى الله عليه وسلم عن السهو في الكلام، وهذا لا محصل له. قال ولما تكلم بعض المتأخرين على هذا الموضع ذكر أن التحقيق في الجواب عن ذلك أن العصمة إنما تثبت في الإخبار عن الله في الأحكام وغيرها، ما كان سبيله التشريع، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، بمعنى أنه ولو وقع منه سهو صلى الله عليه وسلم فإنه سرعان ما ينبه، لأنه الذي قامت عليه المعجزة. وأما إخباره عن الأمور الوجودية، ولعله يقصد بها الدنيوية، الأمور الوجودية الدنيوية، فيجوز عليه فيه النسيان، هذا أو ما معناه، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. فإن هذا الحديث مما يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسهو حتى في كلامه، ولا ينافي ذلك العصمة البتة، فإنه وإن سهى صلى الله عليه وسلم فإنه سرعان ما ينبه. فإذا كان سبيله، يعني إذا كان سهوه فيما كان طريقه التشريع، فإنه صلى الله عليه وسلم سرعان ما ينبه على ذلك. وعدنا المصنف أن المسائل المبحوثة هاهنا ثلاثة: مسألة تتعلق بأصول الدين وهي الماضية، والتي استغرقنا فيها هذا الوقت الطويل في إيراده، وهي مسألة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ووقوع السهو منه، وقلنا صحيح هي مسألة من مسائل أصول الدين، لكن الأصوليين استجلبوها إلى مصنفاتهم، ومع تحدرها في كتب الأصول أضحت من مسائل الأصول الأصيلة، يعني من مسائل الكلام ومن مسائل المعتقد التي حررها أهل الأصول على أحسن ما يكون. أما قال المؤلف أما المبحث الذي
المتعلق بأصول الفقه، فإن بعض من صنف في ذلك احتج به على جواز الترجيح بكثرة الرواة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ذو اليدين قال أصدق ذو اليدين، استفصل واستخبر بقية الصحابة الذين كانوا في المسجد، قال من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب إخبار القوم بعد إخبار ذي اليدين، قال وفي هذا بحث. وأيضا هذه مسألة حديثية أصولية، وهو هل يشترط يعني في الرواية عدد معين؟ فإن لمتأخري أو لبعض متأخري المعتزلة شرط، وهو أن يكون الرواة اثنان فأكثر من أول السند إلى آخره، من أول السند إلى آخره. فلعلهم، ويذكر هذا في كتب الأصول، لكن الذي يذكر في كتب الأصول عن المعتزلة أنهم قاسوه على الشهادة، وربما استدلوا بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرجح بكثرة الرواة، فقال أصدق ذو اليدين حتى أخبره بقية الصحابة بصدقه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وبنى على صلاته السابقة. فقال من قال هذا دليل على أنه يشترط العدد في الرواية، هذا يعني هذا الشرط هو مخالف لإجماع الصحابة، فإن الصحابة مجمعون على قبول خبر الواحد. لكن على كل، هذا يورد في كتب الأصول ويذكره أهل الأصول، لكن هل يصح هذا الاستدلال؟ قال المؤلف وفي هذا بحث، وهذا مصطلح في الغالب يذكر إذا كان في الكلام، إذا كان الكلام موضع نظر، وربما يستتبعه بموضع النظر وربما يسكت لشهرته. فها هنا سكت المؤلف وقال وفيه بحث، والبحث الذي يتعلق أن هناك فرق بين استفصاله واستفساره صلى الله عليه وسلم وبين طلب الاستكثار في الرواية، فإن الرواية المقصود بها التحمل وروايتها، بمعنى أن الراوي لا يعتقد شيئا مسبقا حتى يبحث عن الرواية، فإن المقصود سماع الرواية ثم تبليغها. لكن ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما استفصل لأنه قد استقر في ذهنه شيء اعتقده، وهو أنه قد أتم صلاته. فهناك فرق، يعني من قال أنه يطلب الكثرة في الرواية لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الإكثار أو كثرة الشهود في هذا الأمر، في مسألة نقص الصلاة، نقول هذا قياس مع الفارق ولا يصح ها هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب العدد لأنه قد استقر في ذهنه وفي معتقده صلى الله عليه وسلم أنه قد أتم الصلاة، فاحتاج المقام إلى رفع هذا اليقين أو غلبة هذا الظن بغلبة ظن أو بيقين مثله، لذلك استفصل الصحابة عن هذا الأمر. وهذا هو موضع البحث الذي قال المؤلف فيه وفي هذا بحث. ثم ها هنا استنباط لطيف وقفت عليه، أيضا يتعلق بالأصول، وقفت عليه في شرح الإعلام على عمدة الأحكام للحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى، وهو استنباط والله لطيف. ها هنا في هذا الحديث انقسم الصحابة إلى ثلاثة فرق أو ثلاثة مواقف وقعت من الصحابة. الموقف الأول
وهم الذين جاءت في الرواية السرعان من الصحابة الذين خرجوا من المسجد قالوا قصرت الصلاة. هذا الموقف الأول. الثاني موقف ذي اليدين، فإنه ما قبل بل استفصل واستفسر، قال أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ هذا موقف ثاني. وموقف ثالث وهم الذين سكتوا وتوقفوا انتظارا حتى يتجلى الأمر، قال وكل واحد من هؤلاء الصحابة قد أعمل قاعدة من قواعد الأصول. قال السرعان الذين خرجوا من المسجد قالوا قصرت الصلاة، فإنهم قد أعملوا قاعدة تقديم الظاهر على الأصل أو تقديم الغالب على الأصل. أين الظاهر أو الغالب؟ ها هنا الأصل بقاء الصلاة على ما هي عليه بعد أن شرعت، هي 4 ركعات، هذا الأصل. والغالب والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بين ظهرانيهم، والتشريع ينزل والنسخ محتمل. فلذلك لما تعارضت قاعدة الأصل، قاعدة الظاهر مع الأصل، هؤلاء السرعان الذين قالوا قصرت الصلاة قدموا هذا الغالب على هذا الأصل. والغالب قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله تشريع، وما زال صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، والنسخ محتمل، فقدموا الغالب أو الظاهر على الأصل، وهذا لطيف. طيب موقف ذي اليدين. أما ذو اليدين فإنه قدم الأصل على الظاهر فاستصحب الأصل، وهو الاستصحاب، فإنه رأى نظرة قال الأصل بقاء الصلاة على ما هي عليه، ولا تزال أو لا ترفع أو لا ينسخ شيء منها إلا بيقين، فاستصحب الأصل وهو بقاء الصلاة على ما هي عليه. فلذلك استفسر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنسيت أم قصرت الصلاة يا رسول الله؟ قالوا فإن ذا اليدين قدم ها هنا الاستصحاب فاستصحب الأصل على الظاهر. طيب والذين سكتوا، هؤلاء تعارض الظاهر مع الأصل فتوقفوا حتى يتجلى الأمر. ولعلنا نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.